الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية. المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى، وتعزيز الأمن في الحدائق والمتنزهات. الصحة تنشر نحو 3000 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. منتصف النهار في القاهرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وهذه بانوراما إخبارية شاملة وجديدة نقدمها من النيل في القاهرة. إلى تفاصيل الأخبار، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد محمد قريم برأس التين بالأسكندرية. شارك في الصلاة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على رأسهم علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الأوقاف مختار جمعة. وقد ألقى خطبة عيد الأضحى المبارك في المسجد الخطيب الشيخ أسامة الأزهري، مؤكدا أن الحج يغرس في النفس البشرية سعة الصدر كي يسعى المسلمون بعضهم البعض، مما يؤدي إلى الشعور بالأمان بينهم. جاءت القيمة الثانية وهي قيمة الأمان، ولقد أبرز الله تعالى مشهد الأمان وربطه بالحج ربطا محكما، لما أن أمر عباده بأن يتسع بعضهم لبعض، وألا يكره بعضهم بعضا، وألا يعتدي بعضهم على بعض، وأن يوقر بعضهم بعضا، وأن يرحم بعضهم بعضا. فإذا اتسعت صدور الناس لبعضهم البعض شاع الأمان، وإذا شاع الأمان ازدهر العمران. ولأجل هذا فقد ربط الله تعالى الأمان في البيت الحرام بسعة الأرزاق بعد ذلك، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول سبحانه بعدها بآية: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإذا اتسعت صدورهم وأمن بعضهم لبعض فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولا تهوي الأفئدة إليهم إلا إذا شاع الأمان بينهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فربط الله تعالى الأمان بحركة الاقتصاد ورواج التجارات ونهوض المؤسسات وعمران الحرف، حتى تفتح البيوت وتتدفق الأرزاق على العباد، فتنشأ المؤسسات، فتبنى الحضارة. إنها إذن ثلاثية من القيم: سعة الصدور، ثم شيوع الأمان، ثم ازدهار العمران. مشاهدينا الكرام، نتحول إلى باريس لنقل المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة اللبنانية. في باريس والاستجابة لما ينتظره اللبنانيون منا، ونحن عاقدون العزم لأن يندرج هذا التعاون الثنائي في إطار إشراك الأطراف التي تؤكد على العلاقة الخاصة بين بلدينا. زيارة الرئيس عون في 25 من سبتمبر سوف تسمح بتأكيد الرغبة المشتركة لتجديد شراكتنا من خلال عمل ملموس، وأنا شخصيا سوف أتوجه خلال المؤتمرين إلى لبنان في عام 2018 لتأكيد متابعة المشاريع التي نطلقها معا. هذا دولة رئيس الوزراء، ما رغبت في الإشارة إليه بشأن مباحثاتنا، وأنا سعيد جدا أن أستقبلك اليوم إلى جانب الوفد المرافق لك في قصر الإليزي، وأؤكد لك وقوف فرنسا إلى جانب بلدك، دولة لبنانية قوية، ودعم فرنسا للإصلاحات التي تقومون بها.
شكرا فخامة الرئيس. أنا سعيد دائما أن أزور فرنسا وباريس تحديدا وأن أتباحث معكم. أعتقد أن العلاقة بين لبنان وفرنسا كانت على الدوام علاقة تاريخية، علاقة ثقافية واقتصادية أيضا، وفرنسا كان دائما إلى جانب لبنان. واجهنا حرب أهلية وعاد السلام إلى ربوع لبنان، واليوم أيضا فإن فرنسا تساند لبنان دائما. أعتقد أن فخامة الرئيس تطرق إلى كل الموضوعات التي بحثناها في اجتماعنا قبل قليل، وأعتقد أن هذه العلاقة بيننا أي بين فرنسا ولبنان، خاصة بوجودكم في سدة الحكم فخامة الرئيس، يجب أن تساعد على تعزيز العلاقات الثقافية وكذلك الفرنكوفونية في بلدينا. وفي هذا الوقت مع وجود شبكة الإنترنت وكل هذه التكنولوجيات الجديدة، نستطيع أن نستخدمها من أجل الخروج ربما من الطرق القديمة والتي اعتدناها في السابق، من أجل بناء روح جديدة للفرنكوفونية التي تربط بلدينا. موضوع اللاجئين الذي تطرقتم إليه فخامة الرئيس هو موضوع صعب جدا بالنسبة للبنان، لأننا نستضيف 1.2 مليون لاجئ سوري وأكثر من ذلك، وهذا يلقي بثقله على الاقتصاد اللبناني وكذلك على الأمن وعلى البيئة، أي على كل المجالات في لبنان، وهذا يمثل تحديا بالنسبة لنا. وأعتقد أن المقاربة التي نتبناها في الوقت الراهن هي مقاربة علمية تسمح لنا بحل هذه المشكلة والعمل من أجل الوصول إلى حلول حقيقية من خلال مؤتمر المانحين ومؤتمر عودة اللاجئين. فهذه مواقف حقيقية تساعدنا على حل المشكلة. أود أن أوجه لكم الشكر على حرارة الاستقبال، وأشكركم أيضا على دعم قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان من خلال تجديد التفويض الممنوح لها، وكذلك أشكركم على دعم فرنسا للمحكمة الدولية حول لبنان، وأشكركم على المساندة التي قدمتموها للجيش اللبناني. وأتمنى أن يتواصل كل ذلك وأن تتواصل هذه العلاقة في ظل هذه الروح، وأمل أن ألقاكم قريبا في لبنان وسط كل اللبنانيين الذين يكنون لكم كل المحبة. فخامة الرئيس شكرا جزيلا. والفرنكوفوني أثبتها دولة رئيس الوزراء من خلال كلامه باللغة الفرنسية. تابعنا مشاهدينا الكرام المؤتمر الصحفي الذي عقد بباريس في قصر الإليزي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والذي أكد من خلاله ماكرون على الشراكة بين البلدين للتعاون ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلدين، ووقوف فرنسا دائما بجانب لبنان إلى جانب الإصلاحات التي تقوم بها لبنان حاليا. وأكد سعد الحريري أن العلاقة بين فرنسا ولبنان علاقة قوية وتاريخية وثقافية واقتصادية أيضا، وأن اليوم فرنسا تساند لبنان، وأن هذه العلاقة يجب أن تعزز العلاقات الفرنكفونية والثقافية من خلال التكنولوجيا لسلك طرق جديدة وبناء روح جديدة للفرنكفونية التي تربط بين البلدين.
نواصل تقديم أخبارنا في بانوراما النيل. أدى الملايين صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمختلف الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف بمختلف المحافظات وبالمساجد الكبرى، وأكد الخطباء أهمية التضحية من أجل الوطن وهي معاني الاحتفال بعيد الأضحى وضرورة نشر قيم الحب والتعاون والتسامح وصلة الرحم بين الناس ليعم الخير والأمن كافة أرجاء البلاد. عايزه اقول ربنا يحفظ مصر، وعايزه اقول يا ريت الحاجه ترخص شويه عشان الشعب تعب شويه برضو، وعايزه اقول يا ريت الشباب يلاقوا فرص عمل يشتغلوا، وعايزه اقول يا ريت مصر تعمر باهلها وجيشها وشرطتها وشعبها. ده لكل العالم وكل مصر انها تبقى حلوه، وبدا ان ربنا يكرمنا السنه الجايه نبقى واقفين على عرفات كده ان شاء الله. ربنا يكرم لنا عمره او حجه، ربنا ييسر ان شاء الله. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر. وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: إننا نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصر الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار. مع بدء أول أيام عيد الأضحى بدأ المواطنون في التوافد على الحدائق والمتنزهات العامة والنوادي. بالتزامن أعلنت مديريات الأمن تعزيز الخدمات في مواقف سيارات الأجرة وأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسارح والمناطق التجارية والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. من جانبها قامت وزارة الصحة بنشر 2994 سيارة إسعاف مجهزة في أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وأماكن الصلاة في كافة محافظات الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك. وأكدت هيئة الإسعاف أنه تم الدفع بعشرة لنشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات تحسبا لنقل أي حالات طارئة. وأضافت أن خطة التأمين الطبي خلال أيام العيد تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف. للمزيد من المتابعة للتعرف على احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك وتحديدا من محافظة السويس، مراسل النيل هناك إيهاب ويليام. إيهاب، لو تضعنا في الأجواء الاحتفالية في محافظة السويس ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين بخير. الحقيقة كالعادة في السويس بدأت الاحتفالات يمكن اليوم في صلاة العيد. الألاف من المواطنين من أبناء المحافظة أدوا الصلاة في حوالي 10 ساحات خالية تم تأمينها بشكل كامل من قبل مديرية أمن السويس في مختلف أنحاء المدينة. المحافظ والقيادات وممثلو الجيش الثالث الميداني أدوا أيضا الصلاة في إحدى هذه الساحات بما بحي فيصل. يمكن السويس بتشتهر أيضا بالمنطقة السياحية في العين السخنة. العديد من القرى السياحية النهاردة تقريبا نسبة الإشغال وصلت 100%، بالإضافة إلى عدد كبير من الحفلات التي ستقام مساء اليوم من كبار الفنانين في مصر واللي بيجي لها الرواد من مختلف المحافظات. في السويس أيضا في سوق العيد، وهي ظاهرة يعني يمكن خاصة بمحافظة السويس، في بعد الصلاة مباشرة بيخرج الأهالي والأطفال للاحتفال بسوق العيد اللي بيتحول إلى مظاهرة كرنفالية للاحتفال خلال أيام العيد المبارك. يعني مديرية الأمن من جانبها الحقيقة بتسير دوريات تابعة لها ومتحركة وأخرى ثابتة في مختلف أنحاء المحافظة. لا يتم إغفال الشركات الصناعية، وأنت تعلمين أن محافظة السويس من المحافظات الصناعية الكبرى والتي بها العديد من المصانع يتم تأمينها بشكل كامل فضلا عن المواني وفضلا عن المجرى الملاحي لقناة السويس. من جانبه أيضا المرفق الإسعاف أعلن حالة الطوارئ، في تمت يمكن أكثر من 70 سيارة إسعاف منتشرة في التجمعات وأماكن
الاحتفال، فضلا عن الطرق السريعة اللي بتربط السويس بمختلف المحافظات المجاورة. نفس الشيء من رفع درجة الاستعداد كان في مديريات التموين والصحة وبنك الدم اللي أمن على وجود جميع الفصائل، يعني تحسبا لا قدر الله لأي حالات طارئة. يمكن هي الظاهرة الوحيدة السلبية هي يعني ذبح الأضاحي في الشوارع، رغم أن المحافظة والأجهزة المعنية أعلنوا أنه سيتم الذبح في الأماكن المخصصة والمجازر وفي أكثر من نقطة ذبيح بالمجان للمواطنين، لكن البعض بيحرص أيضا على الذبح بجوار منزله ربما حرصا على الشكل الاحتفالي. يعني لكن الأحياء والأجهزة المعنية بتتابع تنظيف هذه المواقع ويعني موالاتها أولا بأول. نعم، شكرا إيهاب ويليام مراسل النيل كان معنا عبر الهاتف من السويس. احتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء مليئة بالبهجة. تركزت خطبة العيد في الكثير من البلاد على الدعوة إلى نشر المحبة والسلام والتمسك بالفضائل والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام. من شتى بقاع الأرض استقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، فعقب أداء صلاة العيد بدأت مظاهر الاحتفال تظهر جلية وإن اختلفت من دولة لأخرى. العراق، ذلك البلد الذي مزقته الحرب الدائرة منذ سنوات، استقبل مواطنوه عيد الأضحى بالأمل في تحسن الأوضاع في بلادهم بشكل عام والأوضاع الأمنية بشكل خاص. في هذا اليوم المبارك عيد الأضحى أن يمن على العالم الإسلامي الأمن والأمان، وأن يمن على عراقنا الأمن والأمان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يعود النازحين إلى ديارهم سالمين غانمين. وفي أفغانستان احتفل المسلمون بعيد الأضحى وامتلأت المساجد عن آخرها بالمصلين، بينما كان للإجراءات الأمنية المشددة دور كبير لتأمين المصلين وعدم وقوع أي اعتداء أو هجوم يعكر صفو الاحتفالات. عيد السعيد عطارة. أهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، خاصة المسلمون في أفغانستان، وأطالب بالوحدة الدينية والسياسية، وأتمنى أن نحمل إرث أجدادنا العظماء في حماية بلادنا. وفي إندونيسيا تجمع الآلاف من المصلين أمام مسجد الأزهر في جاكرتا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك من مختلف الأعمار، وملأوا ساحة المسجد التي يمكن أن تستوعب أكثر من 5000 شخص. من خلال عيد الأضحى المبارك نتذكر باستمرار ضرورة الحفاظ دائما على روح الرعاية وروح المشاركة وروح العطاء. يجب أن نهتم بالمشاكل الدائرة حولنا. وسط أجواء مليئة بالبهجة احتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك وارتفعت أصواتهم بالتلبية في المساجد بأنحاء العالم، وتركزت خطبة العيد في الكثير من البلاد على الدعوة إلى نشر المحبة والسلام والتمسك بالفضائل والقيم الصالحة التي يدعو إليها الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى بعد نفرتهم من عرفات إلى المزدلفة، ومن ثم نحر الهدية ثم التحلل الأصغر والعودة للكعبة المشرفة للقيام بطواف الإفاضة. وقد انتشرت قوات تأمين الحجة في عدة نقاط على طول الطريق لتأمين قوافل الحجيج، وعززت من إجراءاتها الأمنية والتنظيمية للاطمئنان على سهولة تحرك الحجيج.
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، وأعرب العاهل السعودي في تغريدة على حسابه على تويتر عن سعادته لتمكن المملكة العربية السعودية من خدمة ضيوف الرحمن. كان خادم الحرمين الشريفين قد تفقد مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام الذين يواصلون رمي الجمرات في أول أيام العيد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الأراضي المقدسة الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بك يا فندم. لو تطمئن على أحوال حجاج بيت الله الحرام في يوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى بعد نفرتهم من عرفات إلى المزدلفة، وخاصة بالطبع الحجاج المصريين. وبداية طبعا كل سنة وكل المصريين بخير وحضرتك بالصحة والسلامة وكل الأمة الإسلامية بخير. الحمد لله يعني من امبارح بالليل ابتدى الحجاج طبعا يخرجوا من عرفات بعد صلاة المغرب ووصلوا إلى مزدلفة سكنى منى. بصفة عامة الحمد لله الحجاج المصريين صحتهم الحمد لله كويسة. الحالات اللي دخلت المستشفيات في المشاعر بصفة مؤقتة كانوا 79 حالة، العديد منهم خرج وحالاتهم تحسنت وكملوا المشاعر المقدسة في مزدلفة سكنى منى. النظام اللي محطوط للحجاج لأداء الركن رمي الجمرات جمرة العقبة الكبرى كان منظم جدا. الحج بيتحرك في قوافل منظمة جدا والحمد لله لم نشهد حتى هذه اللحظة الحمد لله أي حالات تدافع. وإن شاء الله الأيام القادمة يعني تعدي على خير. وكان في النهارده برضه يعني جزء كبير من الحجيج وصل الى مكه لاداء طواف الافاضه، والحمد لله وفي العديد برضه من المصريين اللي انا شفتهم جم صلوا العيد وادوا الصلاه في المسجد الحرام. فبرضه دي حاجات بتطمن بتطمننا كبعثه طبيه وكمصريين بصفه عامه ان الحمد لله المناسك بتؤدى السنه دي بامور ميسره جدا، على الرغم من ان الظروف اصعب السنه دي، اعداد الحجيج اكثر، الاسعار مرتفعه وفي ازدحام شديد، بس الحمد لله النظام اللي موجود من المملكه العربيه السعوديه بيسهل كتير جدا على الحجيج اداء المناسك. نعم. الدكتور احمد الانصاري رئيس بعثه الحج المصريه، شكرا جزيلا لحضرتك. هنأت مصر دولة العراق الشقيقة حكومة وشعبا بالتحرير الكامل لمدينة تل عفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وبما تمثله تلك الخطوة من نجاح على طريق تطهير جميع الأراضي العراقية من قوى التطرف والإرهاب. كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن استعادة قضاء تل عفر وبسط كامل السيطرة على محافظة نينوى شمال العراق. ضربة حاسمة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابية حققتها القوات العراقية باستعادتها قضاء تل عفر وبسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى شمال العراق. فلم يعد يسيطر التنظيم الإرهابي الذي استولى على أراض شاسعة في العراق عام 2014 إلا على مدينة واحدة شمال بغداد وثلاث مناطق صحراوية غربية على الحدود مع سوريا، بينما أعلن قائد القوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن محافظة نينوى أصبحت بالكامل تحت سيطرة القوات العراقية، وذلك وفقا لبيان أدعاه التلفزيون العراقي. القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يعلن النصر بتحرير تل عفر ومحافظة نينوى بالكامل. ولا يزال تنظيم داعش يسيطر على موقعين مهمين في العراق
هما الهدفان المقبلان للقوات العراقية. فهناك أولا قضاء الحويجة شمال بغداد بمحافظة كركوك والمتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان وثلاث بلدات أخرى على مقربة من الحدود العراقية السورية. ها قد اكتملت الفرحة وتم النصر وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة. أعلن لكم أن تل عفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن، حيث تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب. واستعادت تل عفر التي تحظى بموقع محوري بين منطقة الموصل والحدود السورية انتصارا جديدا في المعركة ضد تنظيم داعش، إلا أن ما يعكر صف هذا الانتصار يبدو جليا في نبرة العبادي الذي أعلن منذ يومين رفضه اتفاق نقل مسلح داعش من منطقة الجرود الحدودية بين لبنان وسوريا إلى مدينة البوكمال على الحدود مع العراق. رجح قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الجنرال ستيفن تاونسند أن يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة مختبئا في مكان ما بوادي الفرات بين العراق وسوريا. وقال الجنرال تاونسند إنه ليست لديه أي فكرة عن مكان محدد للبغدادي، لكنه رجح أن يكون قد تمكن من الفرار إلى وادي الفرات على إثر الهجمات التي استهدفت التنظيم في الموصل وتل عفر والرقة، وأضاف أن المعركة الأخيرة لتنظيم داعش ستكون في وادي الفرات. قالت مصادر سورية إن القوات السورية سيطرت على مواقع جديدة في الريف الغربي لمدينة دير الزور، أحد أهم معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. وتمكنت القوات تحت غطاء جوي روسي من التوغل إلى مسافة تبعد نحو 27 كيلومترا جنوب غربي دير الزور التي يحاصرها التنظيم، وذلك بعد سيطرتها على جبل البشرة، مما ساعدها على رصد تحركات داعش في المنطقة. كما نجحت ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف في السيطرة على مواقع في حي المرور غرب الرقة بعد اشتباكات مع مسلح التنظيم وسط حركة نزوح للمدنيين في المنطقة. وصلت قافلة مسلحي تنظيم داعش الذين انسحبوا من الحدود اللبنانية السورية مسيرتها باتجاه شرق سوريا الخميس، بعد أن أعاقت ضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن طريقها لمنعهم من الاقتراب من الحدود العراقية. وقال مصدر ميداني إن القافلة تتجه إلى مدينة الميادين على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق دير الزور وليس إلى البوكمال الواقعة على الحدود مع العراق. يشار إلى أن القافلة انطلقت وتقل مئات الجهاديين مع عائلاتهم الاثنين الماضي من الحدود اللبنانية السورية بموجب اتفاق مع حزب الله، وكان يفترض أن تتجه إلى البوكمال في دير الزور المحافظة السورية الوحيدة التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد أنباء الاقتصاد بعد قليل. المحكمة العليا في كينيا تلغي فوز الرئيس كينياتا في انتخابات الرئاسة وتقرر إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد محمد قرايم برأس التين بالأسكندرية. المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك. تعزيز الأمن في الحدائق والمتنزهات والصحة تنشر نحو 3000 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى. نتحول الآن لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية. الزميلة ميرفت المليجي في الانتظار، أهلا بك ميرفت. أهلا بك أيمن، شكرا لك شروات، وأهلا بكم مشاهدينا. وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها: استمرار صرف المعاشات من الصرافات الآلية، ووزارة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة الصرف. أهلا بكم. تتواصل عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية، والذي يستفيد منه 6 ملايين مواطن يمثلون 79% من إجمالي أصحاب المعاشات. وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الصرف، مشيرة إلى أن الصرف مستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي في مصر كريستوف لوسيت الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لمؤتمر تعزيز الاستثمار في حوض البحر المتوسط. واختار البنك مصر لإقامة هذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد من أجل المتوسط في 13 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور 500 شخصية من دول حوض البحر المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية. أكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات محمد البهي أن قرار تخفيض الدولار الجمركي ليصل إلى 16 جنيها يعد قرارا جيدا ينعكس على أثره الإيجابي على أسعار المنتجات المستوردة والمحلية الصنع. وقال البهي إن الدولار الجمركي سيشهد انخفاضا بنهاية هذا العام متأثرا بانخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه المصري. وأشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي أدى إلى توافر الدولار وينعكس على تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وتظهر آثار واضحة على عودة انتعاش الأسواق، وبالتالي ينتج عنه نشاط في القطاع الصناعي بأكمله بجميع قطاعاته. كشف رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات محمد عبد السلام عن ارتفاع نسبة المكون المحلي لصناعة الغزل والنسيج والملابس لتصل إلى 80%. وقد أوضح عبد السلام أن المصانع تعمل وفقا للمواسم، مما انعكس على أسعار المنتجات التي تحدد على حسب مدخلات الإنتاج المنتج من مادة خام وأسعار خدمات الكهرباء ومياه وغاز ومرتبات العمال. وقد لفت إلى أن القطاع يستورد نحو 35% من الأقمشة وحوالي 50% من الإكسسوارات اللازمة لتصنيع الخامات. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أن مشاركة مصر في قمة تجمع البريكس المقرر عقدها بالصين الأسبوع الجاري هو تأكيد لقوة ومكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال قبيل إن الوفد المصري المشارك بفعاليات القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعظيم استفادة مصر من تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز العلاقات الشراكة مع دول أعضاء تجمع البريكس، والتي تضم كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، موضحا أن حجم تجارة مصر مع الدول الخمس بلغت في عام 2016 ما يقرب من 20 مليار دولار. قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا إنه سيتم تطبيق منظومة تقاوي القمح الجديدة بمحافظة الشرقية بداية من الموسم الجديد. وقرر الوزير خلال زيارته لمحافظة الشرقية تشكيل لجنة للوقوف على مشاكل منتفع الإصلاح الزراعي بالمحافظة والعمل على حلها فورا، وذلك للتيسير عليهم. توقعت شعبة أصحاب المدابغ والجلود بغرفة القاهرة التجارية
تراجع كمية جلود الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى لتتراوح بين 8 إلى 9 ملايين جلدة مقارنة بنحو 10 إلى 13 مليون جلدة خلال العام الماضي. وأرجع رئيس شعبة أصحاب المدابغ محمد مهران هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة بالعام السابق. وأوضح مهران أن متوسط الجلد البقري يتراوح من 400 إلى 450 جنيها. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع زملاء أيمن وشروات. إليكم. شكرا جزيلا لك ميرفت على هذه القراءة الاقتصادية. أفادت وكالة أنباء رويترز في خبر عاجل أن المحكمة العليا في كينيا قررت إلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس أوهورو كينياتا. وقررت المحكمة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوما. كانت المعارضة تقدمت بطعن لدى المحكمة على نتيجة الانتخابات التي جرت في 8 أغسطس الماضي وفاز فيها كينياتا. قال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب إن نحو 35,000 متشدد يعيشون في بريطانيا، وأوضح أن 3,000 شخص ممن جرى ذكرهم مدرجون ضمن العناصر المقلقة لدى المخابرات البريطانية، فيما يتم تتبع 500 آخرين بشكل دائم. وحذر المسؤول الأوروبي من احتمال شن داعش الإرهابي هجوما إلكترونيا على محطات للطاقة النووية أو أنظمة المراقبة الجوية في غضون 5 سنوات. وأوضح أن لدى فرنسا 17,000 متطرف، في حين يقل الرقم بكثير في جارتها إسبانيا لكنه يقارب 5,000. أما بلجيكا التي سافر منها 500 إلى سوريا فما يزال بها 1,000 متطرف. أفاد مصدر عسكري من غرفة عمليات سرت التابعة للجيش الليبي بمقتل جنديين وإصابة 5 آخرين في تفجير انتحاري استهدف بوابة يتمركز بها أفراد من مديرية أمن سرت وجنود تابعون للقوات المسلحة. أضاف المصدر أن انتحاريين كان يقودان سيارة اقترب من البوابة والتي تقع جنوب منطقة شرق سرت قبل أن يقوم بالتفجير، مشيرا إلى أن قوة عسكرية وصلت لموقع البوابة وأغلقتها بالتوازي مع إرسال فرق للرصد والاستكشاف بحثا عن أي عناصر متنقلة بالقرب من المنطقة الصحراوية التي تقع فيها البوابة. يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. ويجري أمير الكويت خلال زيارته لواشنطن مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المقرر أن تتناول المباحثات الأزمة بين الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر. ثمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دور الجيش اللبناني في حماية بلاده من العنف والإرهاب على الحدود، كما أشاد ماكرون بالإصلاحات في لبنان مع عودة عمل البرلمان، مضيفا أن لبنان تجاوز مرحلة مهمة خلال الفترة الأخيرة بإقامة دولة مؤسسات. وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أن لبنان يعاني بشكل كبير بسبب أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن باريس ستعمل على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع بيروت. من جانبه قال الحريري إن بلاده تستضيف أكثر من 1,300,000 لاجئ على أراضيها، وهو ما يمثل عبئا على الدولة اللبنانية. وأشار الحريري إلى أن هناك اتفاقا فرنسيا لبنانيا على ضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لبحث سبل مواجهة أزمة اللاجئين. وأكد الحريري أن هناك توافقا في وجهات النظر بين فرنسا ولبنان تجاه كافة القضايا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى بث روح جديدة في الفرانكوفونية التي تجمع بين البلدين.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن قلقه من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، داعيا إلى ضبط النفس والحوار لتجنب نزاع واسع في شبه الجزيرة الكورية. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر. رغم أنه تدريب على التعاطي مع الكوارث الطبيعية تحرص اليابان على تنظيمه كل عام، إلا أن هذه التدريبات تأتي فيما تلوح في الأفق نظر خطر من نوع آخر، التهديد الكوري الشمالي. وتتزامن التدريبات مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على إثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخ تمكن من العبور في الأجواء اليابانية. سنتخذ كل الإجراءات الوقائية في التعامل مع جميع الكوارث من أجل إنقاذ حياة فرد واحد. لدينا خطط تعتمد على العمل الجماعي والتعاون المشترك في مواجهة كل المخاطر. وفيما كانت اليابان تجري تدريباتها على الأرض، كان هناك تدريب من نوع آخر شارك فيه سرب من القاذفات وطائرات الشبح الأمريكية إلى جانب مقاتلات من كوريا الجنوبية، في خطوة اعتبرت استعراضا للقوة جنوبي المنطقة منزوعة السلاح الحدودية بين كوريتين. وفيما عادت الولايات المتحدة للتأكيد على أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما، حضر وزير الخارجية الفرنسي من أن كوريا الشمالية ستكون خلال بضعة أشهر قادرة على ضرب الولايات المتحدة وربما أوروبا بالسلاح النووي، غير أن استعراض القوى دفع روسيا والصين أبرز حلفاء بيونغ يانغ إلى التحذير مجددا من تصاعد التوتر في المنطقة. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضبط النفس والحوار لتجنب نزاع واسع في شبه الجزيرة الكورية. ويعتمد التعاطي الروسي والصيني في التعامل مع الأزمة الكورية على وقف التجارب النووية والباليستية الكورية الشمالية بالتزامن مع وقف المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة. قالت الأمم المتحدة إن نحو 400 شخص لقوا حتفهم في ولاية راخين بشمال غرب ميانمار خلال الأسبوع الجاري. وأضافت المنظمة الدولية أن عدد الأشخاص من أقلية الروهينجا المسلمة الفارين من القتال في ميانمار إلى بنغلاديش ارتفع إلى نحو 40,000 شخص. يشار إلى أن مسلمي الروهينجا يعانون من الاضطهاد في ميانمار، حيث تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين. قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارني إن المفاوضات التي استضافتها بروكسل لم تحرز أي تقدم حاسم حول القضايا الرئيسية. وتصر بريطانيا على أنها ليست ملزمة بالوفاء بجميع مطالب الاتحاد المالية، بينما يطالبها الأخير بتسديد فاتورة الخروج كاملة والمتوقعة ما بين 60 إلى 100 مليار يورو. المفاوضات لم تحرز أي تقدم حاسم حول القضايا الرئيسية. بهذه الكلمات كشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارني، كشف عن مسار المفاوضات بعد انتهاء جولة جديدة منها في بروكسل. كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قال إن الوثائق المتعلقة بوضع بريطانيا أشارت إلى رغبتها في التمسك بفوائد العضوية في السوق الواحدة. في بعض المقترحات أرى نوعا من الحنين إلى الماضي في شكل طلبات تصل إلى التمتع بفوائد السوق الواحدة دون أن تكون جزءا منها، ولكن كما ذكرت بوضوح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج وترك السوق الواحدة. في المقابل حاول كبير مفوضي بريطانيا ديفيد ديفيز التخفيف من وطأة الخلاف، وأشار إلى حدوث تقدم، إلى أنه رد على المفوض الأوروبي بالتأكيد على ضرورة التفريق بين الرغبة في السوق الحرة والحنين إلى الماضي. لن أخلط بين الاعتقاد في السوق الحرة والحنين إلى الماضي، وهناك ترتيب هيكلي في الاتحاد الأوروبي، وهذا بالطبع يخلق بعض الأمور التي يمكن أن نتفاوض حولها. وحدد الاتحاد الأوروبي أولويات مطلقة للمفاوضات، وهي الفاتورة التي يجب أن تسددها بريطانيا بعد بريكزيت، ومصير مواطني الاتحاد في المملكة المتحدة، ومستقبل الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية. ووضعت دول الاتحاد الأوروبي شرط إحراز تقدم في هذه النقاط للقبول ببحث العلاقات المستقبلية مع بريطانيا على المستوى التجاري
في مرحلة لاحقة. طالبت الولايات المتحدة روسيا إغلاق قنصلياتها في سان فرانسيسكو ومجمعين في واشنطن ونيويورك ردا على قرار موسكو لخفض أعداد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا وردا على تلك الخطوة. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أسفه لتصاعد التوتر الذي اعتبر أن واشنطن هي من بدأته، ووفقا لما نقل عن بيان صادر عن الخارجية الروسية عقب اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأمريكي، أضاف لافروف أن موسكو ستدرس بعناية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة. وقع انفجاران ترافق مع تصاعد دخان أسود في مصنع أركيما الكيميائي في منطقة كروسبي بولاية تكساس الأمريكية بعدما غمرته فيضانات الإعصار هارفي. هذا وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وعد بالتبرع بمبلغ مليون دولار من ماله الخاص لمساعدة ضحايا الفيضانات. تسابق فرق الإنقاذ في ولاية تكساس الزمن للعثور على ناجين من عاصفة هارفي وسط تواصل هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الفيضانات، وبعد 6 أيام من ضرب العاصفة الكبيرة البر الأمريكي كإعصار من الدرجة الرابعة محولة الطرقات إلى أنهار والأحياء إلى بحيرات في رابع أكبر مدينة أمريكية، لا تزال فرق الطوارئ تحاول الوصول إلى مئات الأشخاص العالقين في عملية إنقاذ ضخمة مستمرة على مدار الساعة. يأتي هذا فيما أعلن حاكم هيوستن سيلفستر تورنر حظر التجوال ليلا للمساعدة في جهود البحث ومنع وقوع أي عمليات سلب محتملة في المدينة الغارقة بالفيضانات، بينما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وعد بالتبرع بمبلغ مليون دولار من ماله الخاص لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تسبب بها الإعصار هارفي. وبالتزامن مع الأمطار الغزيرة والفيضانات التي رافقت العاصفة هارفي وقع انفجاران ترافق مع تصاعد دخان أسود في مصنع أركيما الكيميائي في منطقة كروسبي بولاية تكساس، فيما أخلت السلطات نحو 3 كيلومترات من محيط المصنع الذي ينتج مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك والعقاقير. تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن حصيلة الوفيات جراء العاصفة هارفي قد تكون بلغت 30 شخصا، فيما تخشى السلطات من العدد الذي سيكون بانتظار فرق الإنقاذ فور تمكنهم من التحرك مجددا في الطرقات. ولا يزال يصعب تقدير تأثير الكارثة بشكل كامل بما في ذلك عدد الوفيات وحجم الدمار في وقت لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، فيما يتوقع أن تضرب العاصفة الولاية مجددا. وختاما لبانوراما النيل إلى حضراتكم نظرة على أهم العناوين. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد محمد كريم برأس التين بالإسكندرية. المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك. تعزيز الأمن في الحدائق والمتنزهات والصحة تنشر نحو 3000 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تم بانوراما النيل، جاءتكم من قناة النيل الأخبار في القاهرة. كل عام وحضراتكم بخير، إلى اللقاء.